الآن في هذا الزمان صاحب الأمر ولي الله الإمام المهدي محيط بأعمالنا. يعني من أول الصباح حينما تخرج من بيتك الإمام الحجة وياك وياك إلى الظهر إلى العصر إلى الليل، وهو وياك إلى الحسينية الكربلائية، وإلى أن تخرج وتذهب إلى أهلك وعائلتك بسلام، الإمام معك ينظر يرى ماذا تصنع ماذا تقول. كل كلمة تصدر منا بمسمع من صاحب الأمر ولي الله روحي له الفداء. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم